السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 نيوز. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. عمار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي. وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى ليبيا. سيول ليبيا تدمر ربع مدينة درنا. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت في ديوان الحاكم. وفي بداية الجلسة أشاد سموه بالتطورات المستمرة في البنية التحتية بإمارة عجمان والتقدم الإيجابي الذي يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات وتوفير مستويات عالية من الأمان والاستقرار والرفاهية في الإمارة. وتم خلال الجلسة الاطلاع على مبادرات صاحب السمو الحاكم لتطوير الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات الاجتماعات التشاورية في مجموعة من الموضوعات الحكومية المشتركة، حيث اطلع أعضاء المجلس على مبادرات سمو الحاكم لتطوير بنية تحتية متكاملة وشاملة ومصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية. كما اطلع أعضاء المجلس على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقييم المنشآت المرخص لها بتداول المواد البترولية في إمارة عجمان، وأقر الأعضاء توصية الاجتماعات التشاورية بزيادة الاشتراطات والضوابط المقررة لتداول المواد البترولية بما يتوافق مع توجهات الدولة واللوائح والقوانين المعمول بها لضمان سلامة البيئة والمجتمع. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات المجتمعية التي تسهم في توفير احتياجات أفراد المجتمع والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم في مختلف مجالات الحياة. جاء ذلك خلال ترأس سمو ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق الاجتماع الثاني للمؤسسة للعام 2023 بحضور معالي سعيد محمد الرقباني نائب رئيس المجلس والمهندس خميس النون مدير المؤسسة. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلة عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين. ونص المرسوم رقم 8 لسنة 2023 على تعيين السيد هيثم سلطان آل علي مديرا عاما لدائرة السياحة والآثار بأم القيوين، ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية. بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة مع سعادة سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة أفاق التعاون المشترك وتعزيز العمل في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وسبل تنمية هذا التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال استقباله لسفير جمهورية جورجيا في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية. نتابع. وصل فريق دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث والإنقاذ إلى مطار بنغازي في دولة ليبيا لمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين. وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا. وباشر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ مهامه فور وصوله،
والذي يضم 34 فردا مزودين بالآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامه. ويصنف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ من فئة الثقيل، وهي بمثابة رخصة دولية معتمدة من الأمم المتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث والإنقاذ إقليميا ودوليا وفق المتطلبات والمعايير والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. نظمت سفارة دولة الإمارات في مدينة إسطنبول التركية إحاطة إعلامية ولقاء تعارفي حول استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 بين أعضاء البعثة وعددا من الممثلين ومؤثري التواصل الاجتماعي الأتراك. استقبلت مدينة الشارقة للإعلام شمس منتسبي برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في نسخته الخامسة الذي ينظمه مركز الشباب العربي، حيث تم إطلاع المشاركين على أحدث التجارب والممارسات والخدمات المقدمة لدى شمس. ويهدف برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة إلى تطوير المهارات وتعزيز الارتباط بالهوية واللغة العربية للمشاركين من 18 دولة عربية. وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس إن للمواهب الشابة المؤهلة والمدربة إعلاميا دورا في نقل صورة إيجابية حضارية لقصص النجاح الملهمة التي تحققها الدولة والمنطقة وفي دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات. أطلقت المنظومة الصحية في الإمارات الإصدار الجديد من تطبيق الحصن بعد إضافة ميزات جديدة تشمل جميع التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاما. ويأتي ذلك بهدف تعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين وفي إطار أولوياتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية لدعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة. وتعد الميزات الجديدة في تطبيق الحصن المدعومة بالسحابة الوطنية ثمرة للتعاون المشترك مع منصة رعاية الرقمية المخصصة للرعاية الصحية والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد والذي يشكل جزءا محوريا في المنظومة الصحية. والأخبار العربية والعالمية من 7E نيوز. أدت السيول الناجمة عن عاصفة عاتية إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا وسط مخاوف من فقدان ما لا يقل عن 10,000 شخص، وانتشلت 1,000 جثة على الأقل في مدينة درنة وحدها. ويتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت البلاد التي تعاني من صراع مستمر منذ أكثر من عقد. وقال وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ في حكومة شرق ليبيا: عدت من درنة، الأمر هناك كارثي للغاية، الجثث ملقاة في كل مكان، في البحر وفي الأودية وتحت المباني. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفع بنسبة 13.7% في العام الماضي وبنسبة 18.3% هذا العام. وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: أود أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفع العام الماضي وتحديدا خلال النصف الأول من هذا العام، مضيفا: آمل بأن تستمر تجارتنا مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعلاقات الاقتصادية بشكل عام في التطور، لأن روسيا والشرق الأقصى الروسي منفتحان على تعزيز العلاقات التجارية ولا يمكن المبالغة في تقدير إمكانات مثل هذا التعاون. اقتصاديا، تحدث عادل مارديني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتكس للطيران الخاص عن قصة نجاح الشركة
التي انطلقت من دبي في العام 2005 لتصبح في الوقت الحالي ضمن أهم 5 شركات طيران خاص عالمياً، وتساهم بترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المراكز العالمية في القطاع الطيران الخاص. دبي الآن هي المحطة الأولى في الميدل إيست، أفريكا أند إيجيا بالنسبة لعدد الطائرات الخاصة ونشاط الطيران الخاص في هذه المنطقة. هذا الأتشيفمنت وهذا الهدف اللي تحقق كان بفضل الدعم اللامحدود اللي لقيناه من محمد بن راشد إيرسبيس هاب دبي الجنوب أند دبي إيربورت. جيتكس الطيران الخاص المتخصصة في طيران خاص حول العالم، نحن الآن من مصافي أكبر 5 شركات حول العالم بمجال الطيران الخاص، نحن فخورون بما توصلنا إليه. جيتكس برلين هتكون أول محطة فولي جرين في نتورك جيتكس حول العالم، نحن كثير فخورين نكون أول شركة طلقت من دبي ونكون عند أول تيرمينال برايفت جيت فولي جرين. وعم نطلع أنه نكرر هاي التجربة بكل محطتنا وخاصة في دبي. رياضيا مشاهدينا، تأهل منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بعد فوزه على منتخب الهند بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في استاد داليان سويوان ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية. سجل أهداف منتخب الإمارات محمد عباس وسلطان عادل وعيسى خلفان، وجاء تأهل منتخب الإمارات الأولمبي بعد تصدره لقمة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الصين صاحب الوصافة، بينما حل المنتخب الهندي ثالثا دون أي نقاط. وعن أحوال الطقس في بعض الدول العربية والعالمية، ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7E نيوز، وهذا تذكير بالعناوين. عمار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي. وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى ليبيا. وفي ليبيا أيضا، سيول ليبيا تدمر ربع مدينة درنا. كنا معكم مشاهدينا من 7E نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.